أول ملاحظة حاب أن أنا أقولها، الذاكرة إذا لم تبذل جهد للتذكر في خلال 37 ثانية ستنسى ما سمعت. دراسات بتقول إذا سمعت محاضر بيتكلم وسئلت فيما قيل بعد 4 أسابيع، يعني شهر تقريبا، ستتذكر فقط 5% من الكلام الذي قيل. إذا ما بذلت جهد للتذكر ستنسى المعلومات التي قيلت. الدراسات بتقول إنه في خلال شهر إن سألت في الكلام اللي أنت سمعته هتتذكر 5% فقط، 5% بس، وكأن شيئا لم يكن. لكن إذا سجلت ملاحظات هتتذكر إلى 50%. إذا سجلت ملاحظات وتفاعلت مع المحاضر، سألك سؤال رديت عليه، رفعت إيدك، تفاعلت، ستتذكر إلى 90% من الكلام اللي أتقال. فأنا حابب إنه إحنا نطلع بأكبر فائدة ممكنة من الإيفنت اللي حيكون على مدار الثلاثة أيام القادمة.